السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعده الله علينا جميعا بالصحة والسعادة. أتمنى من جميع مرضى الأورام المتابعة والمواظبة على المتابعة في العيادات الخارجية التي تعمل بكامل طاقتها أثناء شهر رمضان الكريم، كما أنصحهم بتناول جميع الأغذية التي تحتوي على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان أثناء شهر رمضان، كما أنصحهم بتناول كمية المطلوبة من السوائل والعصائر الطازجة خلال هذا الشهر. متعكم جميعا الله بالصحة والسعادة، نرعاكم كأهلنا.